كون غزالات صباح لاباس عليكم، كل شيء اموركم مزيان. مهم هذا اخر نهار ديال الصيام، راه الفيديو صورته السيمانه اللي فاتت نهار الخميس، غير ما كانش عندي الوقت باش ننزله. هنا كيف كتشوفوا كانت ماما الخميس اللي فات صايمه، درت صوبه درت فيها كاع جميع انواع الخضار. هنا بعد ما طابت كطيب كنخوي عليها شويه هذا الطوماط كونسونطري، اولا ممكن ديروا غير مطيشه عادي محكوكه. وهنا عندي واحد البيتزا ميني بيتزا هكا، غادي نحاول انني نصيبهم ونديرهم في الفران هكا فطور خفيف ظريف. هنا هذيك الطوماط اللي خديت درت في الصوبه هي نفسها اللي غادي كنرخف غير بشويه الماء، بغيتو تزيدوا عليها شويه البزار والملحه والحار زيدوا، ما بغيتوش حطوها بحال هكا عاد ديروا التتبيله كيف ما غندير انا. انا هنا كناخذ هكا صوص طوماط، كتجيني هكا كونسونطري كتكون ثقيله احسن، بعد المرات كتعجبني من احسن ما ندير ديك المطيشه ديال البيتزا، كتجيني ساهله بخاتيك فهمتوني. يعني كنحاول نعطيكم دابا شي حاجات اللي تجينا ساهلين، بحال كرمضان كنكونوا كنوجدوا بزاف الحاجات، فهذه اسهل حاجه تجيبوا ديك الصوص اللي كتكون جاهزه اولا تصوبوها، بحال بعد المرات كتصيبها ماما الصلصه اللي كتكون خاصه بالبيتزا وكتخليها في الثلاجه، كنجيب الكميه اللي كنحتاج كنخدم بها اولا اغلبيه كندير هذه صراحه. ومعايا راني مباشره غندير فيها داك الشيء خضر، البيتزا راه ديجا طيبه نص طيبه، يعني البيتزا هذه جاهزه بحال اللي كنت شاركت معكم قبل، قلت لكم خليوها غير في الثلاجه الوقت اللي بغيتو تجبدوها تخدموا بها، كتجبدوها مباشره كديروا عليها الحشو اللي بغيتو كتحطوها طيب. هنا انا صراحه كنت غندير طول ونقول علاش ما نديرش فيها كفته هكا، كيف كتشوفوا راني ما شحرت كفته ما شحرت الفلفله ما والو، مباشره غنديرهم خضرين وغتشوفوا النتيجه ديالهم في الاخر كيفاش كيجيو زوينين. كنعطيكم الساهل اللي تقدوا في رمضان بحال هكا، ما تبقاوش تعذبوا راسكم شحر هذه دير هذه طيب هذه عاد تعمروا، مباشره دير الحشوه مباشره. غنوريكم الطريقه كيفاش طيبوهم في الفرن باش يجيوكم يطيبوا مره مع الورقه مع لاباط مع الحشوه مع كل شيء يكونوا واجدين. الحشوه راه ديروا اللي بغيتو، انا كنت غندير فيهم الخضره ونقول علاش ما نديرهمش سامبل غير بالكفته والفلفله. وهنا كيف شفتوا راني كندير رشه ملح رشه فلفل اسود، ولا بغيتو ديروا شويه رشه ديال السودانيه ديروها ديال الحار الا ما عندكمش رشه صغار. هنا غادي نحط هذاك الزيتون هكا، غادي ندير الفرماج موتزاريلا غابي وغادي ندخلهم، ما غاديش ندخلهم دابا الفران، انا غادي نخليهم حتى يقرب يأذن اوكي. المهم هنا كنشارك معكم ولكن غنخليهم حتى الاخر عاد غادي ندخلهم الفران. وطبعا ممكن ديروا تنسموهم بشويه الزعتر هكا تحكوه، ممكن ديروا اللي بغيتوا، انا التتبيله راه ديجا الكفته فيها لقامه فكيبقى اختياري التوابل ديروا اللي بغيتوا. البنات هنا غادي ندير الزعتر دابا هكا وندير واحد رشيشه ديال زيت زيتون، ولا اسهل ولا اروع ولا ما كاينش علاش تعذب راسك صوتي هادي في المقله وشحري هادي في المقله وساهله. جيبي طوماط معلبه حركيها بشويه الماء دافي باش ترخف وجدي بها البيتزات والحشو راه مباشره درتو خضر. شوفوا الروان شوفوا البعلوكه كتطل في الشارجه مشوف اي لولو. المهم الروانه عندنا تما، او ماي جاد علاش التليفون فلو أغيت سكتينا بركة شد الصداع مالينا الله يا ربي الله باي باي أسي ميلانو أسي جدي أسي كود بوي كود بوي كود بوي ماما يبي يبي وين مامي عندك طيح لون البس لين شديت كتاكليها سمعتو راه الروين عرفتي الزلزال كيتزلزل الدار كتحرك يا ربي السلامه بداك كيزفتو في الشارع حدانا. هنا البنات بغيت نشارك معكم واحد الفكره ديال واحد الشيبس كتصيبوها في الدار، غادي نجربها معكم كتجربه سريعه صراحه. خاصكم تقلبوا على بطاطا تكون كبيره تكون ديك البطاطا الحمراء، انا ما لقيتش الكبيره لقيت غير هذيك الحمراء الصغيره، فخديت الحمراء الصغيره وخديت البيضه اللي كبيره. غادي نجربهم بجوج باش نشوف الفرق واش ممكن تستعملوهم غير تكون خاصه بالقلي، المهم البطاطا تكون خاصه بالقلي. اول حاجه قشرتها غادي ناخذها نديرها في هذيك الحكاكه باش تخرج لي دوك لي شيبس، ما كانتش عندكم هذيك هذيك راه جوبونس عند كلشي، سينو نقطعوها بالموس الا ما كانتش عندكم هكا دوائر تكون رقيقه كيف كتشوفوا. كنحاول نوريكم البنات انا راه قطعتها بالطول حيت البطاطا عندي صغيره، الا كانت البطاطا كبيره راه عادي قطعوها قطعتها عفوا بالعرض حيت البطاطا عندي صغيره، مي هذه اللي كبيره راني قطعتها عادي فباش ما تستغربوش
هنا البنات اش غادي نديرو؟ بعد ما قطعناها غادي نشللها وغنجيبها نخوي عليها الماء طايب البنات باش تخلصوا من ديك النشا ديالها. الماء طايب وغنحطها نغطيها ونخليها واحد 10 دقائق حتى تطلق داك النشا ويولي عندنا داك الماء كيبان لكم بيض كيف كتشوفوا. هنا غنغطيها يعني الماء يكون فوق من البطاطا كامله وحركوها هكا وغطيوها بغلاقه. ديروا معلقه ديال الخل وخليوها تماك حتى تطلق النشا مزيان مزيان مزيان. بعد ما طبعا غادي تطلق لنا النشا غادي ندوز نوريكم شنو غادي نديرو. الصوبه غادي نديرها تطحن. انا البنات هنايا كيعجبني نطحنها هنا، ماما بعد ما كطحنها غير في الطحانه الاخرى الحكاكه ديال ديك مطيشه. انا كيعجبني هنايا وكندير معها فخوماج باش كنقدر ناكلها حيت انا الصوبه الا ما كانتش فازه باش حاجه ما غاديش نقدر ناكلها. فهنا غادي نطحن هذيك الكميه اللي عندي باش يكون عندي كلشي واجد. البيتزا راه واجده تيقرب الفطور وغادي نوريكم كيفاش غطيبوها. ما عرفت قال لي راسي حليت الله يشوف داك المنظر كيعجبني ديك الطحانه تكون هكا كنشوف داك المنظر. ساعه كانت غتبدا تصوت عليا غتبدا طشطش الهربه. هنا صافي البنات راه طحنتها وغنرجع بعد ما تكون دازت 10 دقائق ناخذ هذيك البطاطا نصفيها. لونا غادي نديرها تسقطر مزيان. اهم حاجه في هذه المرحله ركزوا معايا البنات، غتجيبوا اما منديل اولا غتجيبوا ورق الطبخ هذا البابي ابسوربون وغتحطوا فيه البطاطا هكا وتنشفوها مزيان. انا غنحطها فوق هذا البابي وغادي نجيب زيف وغنبدا بحال هكا نطبطب عليها طبطب ودلع وداك الشيء طقطق وداك الشيء راكم عارفين باش تنشف عندي مزيان. يعني عندكم الوقت، انا راح مزروبه راه قلت لكم شاركتها معكم اول مره ولكن غنعاودها معكم ان شاء الله مره اخرى. هنا غادي بعد ما نشفها مزيان نتاكد انها ما بقاش فيها حتى شي قطره ديال الماء غادي نجيب الزيت اللي تكون سخونه. ما تكتروش الزيت حيت حنا محتاجين غير نقليوها نص قليه حتى تاخذ شويه لون ذهبي وغادي نهزها وغادي نكمل الكميه كامله اللي عندي نقليها نص قليه ونهز نقليها نص قليه ونهز حتى نقليهم. غنخليها تبرد وغنعاود نسخن الزيت ونعاود نرميها باش تجينا بحال لي شيبس اللي كنشريو وتجينا كريسبي وتجينا مقرمشه كيف غتشوفوا معايا في الاخير. طبعا انا شرحت لكم دابا المراحل كامله اللي درنا. غادي نخليكم مع الصور ومع الفيديو ونحط لكم موسيقى و تبعوا معايا المراحل ان شاء الله غادي نعاودها معكم بوحديتها في فيديو، اما يكون شورت قصير بشكل طولي اما غادي نعاودها هكا ماشي مشكل. كتبوا لي في التعليق شنو بغيتوا. المهم هنا كيف كتشوفوا راها ولا اللون ديالها هكا ذهبي. هزيت راه باقا ما طيباش. بعد ما كنخليوها تبرد ونعاودو نسخنو الزيت غنعاودوها القليه الثانيه. ردوا البال هاد القليه الثانيه دغيا كيتخطف ليها اللون، حنا هنا محتاجينها تخطف اللون وتولي مقرمشه. فغير ان فوت بان لكم بدات كتحمر وكتولي هكا طلعوها راه دغيا كتولي مقرمشه. ردوا البال باش ما تحرقش لكم. اوكي هنا راه صافي بلا ما كاينليش نحط لكم موسيقى. هنا شعلت الفرن سخن مزيان البنات على اقصى درجه. من بعد دخلت البيتزا وهبطت الحراره حتى ل 200 حتى ل 180. هنا غادي نكمل معكم بنفس الوقت غادي نكمل الوصفه ديال لي شيبس. غادي ناخذوهم نديروهم في قنينه زجاجيه ونحتفظوا بهم الوقت اللي بغينا ناخذوهم. بغيتوا تعطروهم تنسموهم شي تنسيمه غادي ناخذ شويه ديال بابريكا شويه ديال بودره الثوم شويه بودره البصل وشويه ديال الملح طبعا وشويه الفلفل الحار الا بغيتوها تكون حاره. ممكن ديروا فيها البارميزون او الفرماج محكوك. ممكن ديروا الحار ممكن تكتفيوا غير بالملحه او البابريكا نسموها باش ما بغيتو. هنا بحال تخيلي انت شنو كيعجبك الشيبس باش كتعجبك النسمه نسميها. غادي نسمعكم الصوت باش تعرفوا. حيوان مفترس انت ديك اللقطه راني كليت وحده باش نسمعكم بقيت كناكل فيها تقررت نساليها. راني قطعت الفيديو بقيت كناكل الهربه. المهم هنا كيف كتشوفوا المنظر بشكل راه سمعتوا الصوت كريسبي. المهم بنات كنتمنى تجربوها خصوصا الناس اللي كيمدمنين على الشيبس وعارفه الدراري صغار هما كيحمقوا عليها فعلاش ما تسووهاش في البيت صحيه عارفين شنو المواد اللي فيها احسن من دوك اللي كنشوف برا كيكون فيها مواد حافظه. هنا طبعا راه الفطور قرب. ها هي البيتزا كيف كتشوفوا المنظر روعه وطيبه وكتجي بنينه 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 بالطريقه وساهله ما كاينلاش تعذبي راسك تبقى نشحر هذه وطيبه هذه وبلاتي ندير الكفته وبلاتي نشحر الفلفل وبلاتي نشحر البصله. حطي كلشي لي غارنيشور اللي بغيتي ديريها ديريها خضراء ودخليها. راك شتوني بعد ما كندير فيها حتى الخضر خضراء ما كنديرهاش وكتطيب وكتجي بنينه وكتجي روعه. هنا صافي غادي نقدم معكم الاطباق اللي وجدت اليوم. درت سوب درت بيتزا ودرنا هذوك لي شيبس حتى لاخر لحظه قلت نوض ديريهم كنبقى عندي الوقت. وصافي هذا هو الفطور اللي درنا اليوم. طبعا رمضان راه على الابواب ان شاء الله يدخل لنا بالصحه والسلامه. كنت غندير هذيك لافوكا هكا نديرها
نقطعها، قلت بلاش صافي ما كايناش سوب ولافوكادي شويه ثقيله الغاديه وصافي. كنتمنى الفيديو يعجبكم، اللي اول مره غيتابعني ما ينساش يشترك في القناه لان المزيد جاي في رمضان ان شاء الله، وما تنساوش تخليوا لي لايك كومنت. وان شاء الله راكم عارفيني انا في رمضان وصفات كنحاول نصور لكم من ان دو زيت، ولكن في الاخر كنلقى مشكل باش ننزلوا لكم. يا ربي هذا العام يكون هو هذاك في الوقت عندي داكشي. شوفوا لي المنظر، يامي 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 عشي. دوك لي شيبس راه جاو خطيرين. المهم قولوا لي شنو عجبكم. يلا تهلاو لي فراسكم، شوفوا الفيديو جاي، باي باي. خليك ليلي يا بسالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا بسالي ونطير معك في ليالي.